قوم العلم. السلام عليكم، معكم ايوب. كاع فيت لنا تفرجنا افلام الخيال العلمي واللي فيهم كنشوفوا شي حوايج اللي تقريبا مستحيل الحدوث في الواقع، ومن بين هذه الافلام كاين ذا اكس مان اللي كيحكي لنا قصه ناس عندهم قدرات خارقه ناتجه عن طفرات جينيه في الحمض النووي ديالهم واللي كيتسموا متحولين ميوتنتس. كاين فيهم اللي كيتحكم في العافيه، وكاين اللي كيتحكم في الطقس، وكاين اللي قادر انه يحرك الحوايج بدماغه. لكن اكثر قدره كتعجبني انا هي القدره ديال واحد الشخصيه سميتها ذا كويك سيلفر. هاد الشخصيه كتقدر تجري بواحد السرعه اللي كبيره بزاف لدرجه ان الحوايج حداها كيوليو كيبانوا بحال ما كيتحركوش، بحال الزمن كيوقف. السؤال اللي كيطرح راسو دابا هو واش انا ممكن نولي بحاله، يعني نولي انا هو كويك سيلفر ديال المغرب؟ ما كون كتشوف فيا ما تجيش معايا. نبداو بعدا بامكانيه وجود متحولين في الواقع. خاصنا نفهموا بعدا ما معنى طفره جينيه، وغنحاول ندوي عليها بالزربه حيت انا هو كويك سيلفر ديال المغرب، وحيت خاصنا حلقات طوال باش ندوي على الموضوع ونفصلوه مزيان. الانسان كائن حي، والكائنات الحيه مكونه من خلايا، بزاف ديال الخلايا. عرفتي غير الانسان عنده 37.2 تريليون خليه، كاين مليون، كاين مليار، وكاين تريليون، والانسان عنده 37.2 تريليون. هاد الخلايا فيها لداخل واحد الحاجه سميتها النواه، وفي هاد النواه كاين واحد العيبات سميتهم الكروموزوم. الانسان عنده منهم 42 نوع، وفي الكروموزوم كنلقى واحد الجزيئه شديده التعقيد اللي سميتها الحمض النووي، دي ان اي، ديوكسيرايبونيكليك اسيد. هذا الحمض النووي هو عباره عن واحد الكتاب فيه كاع المعلومات الضروريه باش نصوبوك انت، اللون ديالك، الطول، العرض، كلشي. ناخذ مثلا هذا الكتاب فيه تقريبا شي 200 صفحه، واش خبارك انه غادي خصنا 1000 واحد من هذا باش نكتبوا المعلومات اللي كاينه في جزيئه الحمض النووي وحده، وباش نزيد نحمقكم اكثر غادي خصنا 50000 كتاب من هذا باش نكتبوا المعلومات اللي كاينه في خليه وحده، يعني 10 مليون صفحه. الخلايا عامه باش كتكاثر كدير واحد العمليه سميتها الانقسام، وهذا الانقسام بحال اللي شديتي ديك 10 مليون صفحه ودرتي لها فوتوكوبي، غادي تعطيك 10 مليون صفحه اخرى غير هي ماشي مطابقه لها 100%. كاينين اخطاء، وهاد الاخطاء هما اللي كنسميوهم طفرات جينيه، جينيتيك ميوتيشنز. هاد الاخطاء تقدر تكون نافعه كيف ما تقدر تكون ضاره. الحالات الضاره هذوك الانقسامات كيعطيونا خلايا اللي ما خدامهاش مزيان، اللي ضروري ما كتموت اولا كيتم التخلص منها، اولا كتعطينا في الاخر خلايا سرطانيه الله يحفظ. بين قوسين الفرق ما بين الخلايا العاديه والخلايا السرطانيه هو ان الخلايا السرطانيه كتسطى وكتبقى تكاثر الى ما لا نهايه، والجسم كيبغي يتخلص منها وما كيقدرش في بعض الحالات. ولكن كاينين حالات ديال الطفرات اللي كيعطيونا قدرات خارقه، يعني خارجه على المالوف، والامثله كثيره بزاف. بحال واحد السيد فرنسي اللي سميتو ميشيل لوتيتو. هذا السيد كان معروف بانه كياكل كلشي، مسيو مونجتو، كياكل كلشي، يعني كياكل الدجاج، الكاوتشو، الحديد، اي حاجه، كاع داكشي اللي كانت كتقول لك امك ملي كنتي صغير ما تاكلوش. اشهر حاجه كلاها هاد السيد هي واحد الطائره سيسنا 150 اللي قسمها طرف بطرف وكلاها على مده عامين. هاد السيد كان كيعاني من واحد الخلل سميتو بيكا، هو واحد الخلل اللي كيخلي الانسان تولي عنده شهيه انه ياكل الاشياء الغير مالوفه. لكن المهم في الحاله ديال السيد هو انه كان عنده واحد الطفره جينيه خلات ان الجدار ديال الجهاز الهضمي ديالو يكون سميك، وان الحوايج اللي كياكلهم ما كيضروهش. كاين واحد المثال اخر ديال واحد ممثله امريكيه سميتها ماريلو هينر. هاد السيده كانت عندها واحد الكونديسيون اللي سميتها هايبرثايمزيا، او القدره على تذكر اي تفصيل دقيق او تافه من حياتها. ماريلو هي وحده من 25 حاله مؤكده ديال هاد الكونديسيون في العالم، بحيث انه عندها القدره انها تذكر اي حاجه دازت في حياتها بدقه شديده. وملي سولوها كيفاش كدير قالت لهم ان ملي كيعطي شي واحد التاريخ كيطلعوا قدامها فيديوهات صغار ديال حياتها كتشوفهم وكتفكر اشنو طرا، وهادشي كيتسمى فوتوغرافيك ميموري. رغم انه كاين بعض العلماء اللي كيربطوا هاد الكونديسيون بعوامل نفسيه، الا ان عندها اسباب فيزيولوجيه راجعه لخصائص متميزه في الدماغ ديال الانسان اللي عنده الهايبرثايمزيا. كاين امثله اخرى ديال القدرات الخارقه غنخليهم لكم لتحت في الديسكريبسيون. المهم عندنا دابا هو انه كاين متحولين في الواقع، ولكن واش بحال الاكس مان؟ يعني واش كاين شي واحد قادر يتحكم في الطقس او لا يحرك الحوايج بدماغه؟ لا، باقي ما تسجلت حتى شي حاله ديال شي واحد بهذه القدرات. لكن واش ممكنه مع الوقت؟ الجواب هو حتى واحد ما عارف، حيت الطفرات الجينيه باش تستمر وتزيد تطور خصها تكون نافعه للعيش، وخص تستمر في التواجد ديالها عبر تمريرها لاجيال اخرى عن طريق التزاوج مثلا، وخص تزيد تطور باش نوصلوا شي نهار شي واحد كيقدر يطلق الليزر من عينيه بحال سايكلوبس، اولا يتحكم في الزلزال بحال افالونش. يعني الا كانت غتوقع شي نهار راه باقا بعيده. دابا هادو اللي دوينا عليهم دابا كيتزادوا هكا، لكن واش نقدروا نحولوا شي واحد ونعطيوه قدرات خارقه؟ نكتشفوا الجواب ديال هذا السؤال في الحلقه الجايه. كالعاده غتلقاو المصادر ديال هذا الشيء اللي دويت عليه اليوم لتحت في الديسكريبسيون، وما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتعاونوا في لاشين
باش يوصلكم الجديد. تلاو.